لكن لاحظ انه ارسالية يسوع المسيح مش بس بخلصنا من الخطية، مش بس بحررنا من العبودية، مش بس بيكسر القيود والأصفاد والأغلال، المسيح بحررنا. اليوم في نسبة عالية جدا مستعبدين للنجاسة للإباحية، وعم بسببوا لعنات كثيرة في حياتهم بسبب الخطية بسبب النجاسة. في ناس كتير اليوم عندهم روح العنف والقتل، واليوم عم بيقتلوا على أتفه وأقل الأسباب، والأخطر والأصعب عندما تقتل الناس باسم الدين. فهذه كلها أرواح شيطانية اللي بتستخدم العنف والكراهية والبغضة والضغينة والاستغلال والظلم الاجتماعي والظلم ضد طبقات الفقراء. هذه الفئات طبعا يعني بتكون يعني مستغلة من الناس، مقيدة، مش عم تقدر حتى تتحرر بدون المحرر.